شكرا أحمد، وشكرا لكل الفريق، وشكرا لكل الجهات والجمعيات والصبايا اللي هلأ شفناهم اللي بيحاولوا قدر الإمكان إحياء التراث ووجوده على هاي الأرض، لأنه إحنا بحاجة صراحة لكل هاي الجهود حتى نضلنا نتذكر. من عجلون ومن كفر من كفرنجة كان معنا أحمد، ومستمرين معاكم بهاي التغطية خارج استوديو يوم جديد. أما فقراتنا فهي مستمرة، واليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم وباعتقادي يمكن الغالبية العظمى بيتعرضوا له، وهو تقلبات المزاج أو سوينج مود. الواحد بيكون عنده هيك مزاج بيصحى الصبح رايق مبسوط، ولكن بيكتشف أنه هيك بنص النهار صار معه شغلة معينة ما إلها سبب. إحنا بنعرف يمكن لما الواحد بينقلب مزاجه ممكن يكون في سبب محدد، ولكن ممكن إنه نصاب بتقلبات المزاج بدون سبب، أو الأسباب ممكن تكون خفية. كيف بنقدر نعرف هاي الأسباب، وكيف بنقدر إنه نحلها، وكيف نقدر إنه نساعدكم حتى نقدر إنه نسوق بشوارعنا وإحنا مبسوطين، نقدر إنه نقدم شغلنا بطريقة كمان حلوة؟ كل هاي وأكثر من تفاصيل رح تكون من خلال مدربة مهارات الحياة عبير جبجي. صباح الخير. صباح النور. كيفك عبير؟ تمام. كيفك ألكسندرا؟ أنا منيحة الحمد لله، بس زي كثير من الأشخاص اللي فعلياً بيكون الواحد جد ما ماله شيء ولا صاير معاه شيء. احنا بنعرف يمكن الظروف الاقتصاديه احيانا بتضغط على الاشخاص، بيكون عنده الواحد قروض، عنده التزامات، عنده فواتير، هاي اسباب بنعرف ليش ممكن تعكر مزاجنا. بس اذا في الاشخاص العاديين اللي مثلا ما عندهم هاي التحديات، خلينا نقول فجاه بيكون منيح، فجاه مزاجه بيتعكر، وهذا الشيء بياثر على كل علاقاتنا بالحياه، على زملائنا، على سواقتنا مع الاشخاص اللي بالشارع، بكل شيء. فشو الأسباب الخفية ما وراء الأسرار؟ الأسرار. هلأ إحنا خلال اليوم يعني في عنا مود سوينجز زي ما حكيتي بتمر علينا، يعني بتكوني قاعدة عم بتسوقي بالسير دنيا شوب وصعب الأمور، عرفتي كيف، وهيك وبتنرفزي وحدا انكسر عليك بخرب مودك. صح. شوي لفترة، بعدين تسمعي أغنية كتير حلوة تنبسطي بتغير مودك، هاي اسمها هيك على السطح. بس زي ما حكيتي في أسباب خفية إحنا ما بنكون حاسين فيها، أهمها إنه إحنا بنقضي وقت كتير مع ناس سلبيين بحياتنا أو مع أصدقائنا بيكونوا سلبيين. هلأ هدول الأشخاص بيسحبوا من عندك الطاقة الإيجابية، مش بس كمان بيسحبوا طاقتك الإيجابية، بخلوكي تفكري بطريقة سلبية. أوكي. مش بطريقة إيجابية. وشوي شوي كل ما بتضلك قاعدة معاهم بعد فترة بتصيري زيهم. فهدول الأشخاص بدنا نحاول نبعد عنهم، لأنه ما بنحس كيف هم مأثرين علينا. التأثير مع الوقت بصير أقوى وبيدخل عليك وانت مش منتبهة، يعني هيك سموذلي زي ما بقولوا، بشكل سلس، ولكن بشكل سلس سلبي بشكل بالضبط ما بتحسي فيها. هاي يمكن آخر النهار بتكوني منرفزة وزعلانة ومش عارفة ليش انقلب مزاجك. طب عبير، في ناس سلبيين بالحياة، وأنا متأكدة يمكن هلأ اللي عم بيحضرونا كل واحد خطر بباله حدا، بس في ناس ما بنقدر نخلص منهم. مزبوط. هلا هدول الناس السلبيين اللي ما بتقدري تخلصي منهم بحياتك، مع الوقت بدك تعرفي تكوني انت اوير او منتبهه انه هدول ناس سلبيين، فانت لحالك بتعرفي كيف تتعاملي معاهم، ما بتخليهم ياثروا عليكي. انا بحكي على الناس السلبيين اللي انت ما يعني مش كثير منتبهه لهم، اما الناس السلبيين اللي بحياتك انت بدك تعرفي كيف تتعاملي معاهم. اوكي. هلا هاي الاشخاص السلبيه حاولوا قدر الامكان انكم تحطوا حاجز بينكم وبينهم حتى تحموا حالكم، شو في أسباب تانية؟ أسباب تانية إنه بنقعد على الأخبار من الصبح لبالليل، وهاي بتخيل كتير من الناس. أسمع الخبر مرة ومرتين وثلاثة، بضلنا قاعدين على الأخبار. هلأ مش غلط إنه الواحد طبعا يعرف أخبار بلاده، أخبار العالم، بس إنه يضلوا قاعد من الصبح لبالليل على برامج إخبارية ويسمع أخبار كتير بتأثر على مزاجه، فيحدد وقت معين خلال النهار إنه يقعد فيها على الأخبار، مثلا 10 دقائق الصبح أو المساء، إنه بس ما يضلوا كل النهار وقاعد على الأخبار. مثل ما بنعرف انه الاخبار يعني كلها اخبار كئيبه، ما في خبر كويس، كثير قليل تسمعي اخبار حلوه. صح. واخبار محفزه. طب عبير حكيتي نقطه كثير مهمه، للاسف الاخبار سلبيه بشكل عام اللي عم نسمعها، امتى افضل وقت؟ هل يعني ما بعرف، مره قرات انه ما نبلش نهارنا بقراءه الاخبار،
مزبوط. ويمكن أغلب الناس ببلشوا يومهم بقراءة الأخبار. بالضبط، عشان هيك ببلش نهارهم صعب أو هذا. يمكن بعد الظهر، أوكي، المساء إذا بدهم بيحبوا يسمعوا أخبار، بس مش قبل ما يناموا كمان. تمام. لأنه إذا سمعتي أخبار كمان سيئة قبل ما تنامي بتقلقي وما بتعرفي شو تنامي. صح، عم بتنامي على إشي سلبي يعني. بالزبط. أو على مشاعر أو أفكار سلبية. أفكار سلبية بالضبط. سوشيال ميديا لها علاقة بالموضوع؟ كثير. سوشيال ميديا لها علاقة. من أهم إشي إنه بنقضي وقت كثير على السوشيال ميديا، على فيسبوك، على إنستغرام، على واتساب، على سناب شات، لدرجة إنه كل وقتنا بروح على السوشيال ميديا. بنضيع وقت كتير، بتنزل شو بيحكوا الإنتاجية تبعتنا، أوكي، بتعزلنا عن بقية العالم. صح. وبتسبب لنا مشاكل. صح. وبعدين أثبتت الدراسات إنه الناس اللي بقعدوا كتير على السوشيال ميديا ببطلوا راضيين عن حالهم. ليش؟ لأنه بيضلهم يقارنوا حالهم مع الناس الآخرين اللي حياتهم على السوشيال ميديا مبينة إنه كتير إشي طبيعي. بيرفكت. فببطلوا راضيين عن حالهم، فبصيبهم اكتئاب. بنقلب مزاجهم، هم مش عارفين ليش. هم بفكروا إنه الناس اللي على السوشيال ميديا دائما، إذا صبايا بنحكي 24 ساعة مكياجين و24 ساعة شعراتهم حلوين ولبسين كويس، بقولوا لك إذا في ناس وضعها متواضع نوعا ما، بقول لك هاي هي الحياة. بالزبط. وخاصة إذا منشوف كمان إذا في صبايا مش متجوزة وشافت مثلا، عرفتي كيف، أزواج وعيلة وطالعين ورايحين أو مسافرين، هذا كله أكيد ممكن إنه يسبب لنا إحباط. وما بنقدر إحنا نفكر إنه هذا عالم افتراضي، هو عالم افتراضي مش واقعي. بالزبط. بشكل عام. بالزبط. أوكي. فبتنصحيني قديش نقعد على السوشيال ميديا؟ لا يعني أنا أحكي لك، أنا بحاول كل جهدي إني أتجنب السوشيال ميديا، يمكن الصبح شوي أوكي وآخر النهار شوي. أما إذا بدي أقعد أفتح كل ساعتين، كل ساعتين، في ناس يعني كل دقيقة، كل ما إجت مسج كل الوقت بيضلوا الموبايل بإيدهم كل دقيقة قاعدين على السوشيال ميديا. إذا بتحددي مثلا الصبح مثلا تقعدي لك شوي على السوشيال ميديا نص ساعة، إذا بدك نص ساعة، وبالمساء وخلاص. أوكي. هلأ قلة النوم كمان حكينا تحت الهواء إنها من الأسباب الخفية اللي عم بتخلينا برضو عنا المود سوينج اللي عم بيصير تقلبات المزاج، وخاصة إذا بدنا نربطها كمان بالسوشيال ميديا، لأنه هلأ الموبايل بإيدنا طول الوقت. أوقات كتير بدنا نروح ننام بنصير نبلش من ستوري لستوري أو من بوست لبوست ومنصفي لآخر الليل، إحنا مش قادرين ننام. وزي ما بقولوا التليفون كمان، شاشة التليفون والإشعاعات اللي بتصدر منه برضه بتسبب لنا الأرق. هلا أحكي لك، السهر حلو السهر، خصوصا بالصيف، بس الناس اللي دائما بضلهم يسهروا أو بيناموا متأخر كتير وبدهم يفيقوا تاني يوم، ساعات النوم تبعتهم كتير بتقل، فبيقوموا منكدين، بيقوموا مزاجهم معكر، بصير في عندهم اكتئاب لا شعوريا. فياريت إنه الواحد ينتبه لساعات النوم تبعته. هلا في طريقة كتير حلوة إنه الواحد مثلا يصير ينام، يعني يصير ينام كفاية، يبلش في كتاب أنا قريته كتير حلو اسمه Small Habits Bigger Results. أوكي. عادات أوكي. صغيرة ممكن أنها تعمل نتائج كبيرة. مثلا لو أنه أنت كل يوم قبل ما تنامي، مثلا لو قلنا بتنامي على الساعة واحدة، تقدمي الساعة مثلا أنك بدك تفيقي، لو قلنا على السبعة تفيقي على سبعة إلا دقيقة، يعني تخيلي لوين، يعني كل مرة دقيقة، كل مرة دقيقة خلال ست، يعني خلال 60 يوم، يعني خلال شهرين تلقائيا بتفيقي على الساعة 7. فهو بتحدث انه كيف عادات صغيرة ما بدها جهد فكري وما بدها تعب، كيف انت بتقدر تدخليها شوي شوي بحياتك وساعتها بتصير جزء من حياتك. اوكي. هلا احيانا كمان عبير من الاشياء اللي ممكن تعمل لنا تقلبات مزاج انه يكون في شيء براسنا مثل قرار معين بدنا ناخده وعم نأجل فيه، وهو القرار يحتمل التأجيل. هلا احنا بنعرف القرارات مرات كتير ممكن تكون آنية، هلا بدي اخذ قرار بالشغل، بشغلة بدي اخلصها، بمشوار بدي اروحه، بس في قرارات تحتمل التأجيل واحنا عم نأجلها براسنا، بنضلنا نفكر فيها، بتغيب شوي عن بالنا خلال النهار، بس اوقات كتير ترجع تطلع فجأة على السطح. صح، هذا ممكن كمان يعمل لنا تقلب بالمزاج. عشان هيك أنا بحبز إنه الواحد يتخذ قرار وما يطول كتير بالقرار وما يعمل أوفر ثينكينج، لأنه كل ما بتضلك تفكري بالقرار اللي بدك تاخدي كل ما بتضله معلق وما بتقدري تتجهي بالاتجاه الصحيح. فلازم يكون قرارك بيعتمد كيف أنت نظرتك للحياة، كيف رؤية حياتك أنت تكون، هي قرارك معتمد على رؤية حياتك وعلى
القيم تبعتك. فإذا كان قرارك بعيد عن القيم اللي أنت بتآمني فيها وكيف تتخيلي حياتك، رح تتخذي قرار مش مناسب لإلك. يمكن أوقات كتير خوفنا منقول، أوقات كتير كل ما طولنا كل ما وصلنا للقرار السليم أو الصحيح، بس أنت عم بتقولي طول المدة سيء سلبي. طول المدة سيء سلبي. حطي مثلا، أحكي لك اعملي قائمة بالسلبيات والإيجابيات وقيمي بيناتهم. إذا أنت كنت ميالة للسلبيات، شوفي حالك إذا بتقدري تعيشي مع هاي السلبيات ولا لا. أوكي. إذا ما بتقدريش تعيشي مع السلبيات، إذا أنت بدك تبعدي عن هذا القرار، فبدك تركزي على الإيجابيات اللي في القرار. فإذا في أشخاص عندكم قرار لسه ما أخذتوه، يحاولوا يأخذوه بأسرع وقت ممكن، لأنه هذا بيأثر أيضا ومن الأسباب الخفية لتقلبات المزاج. شوفي شغلات تانية كمان ممكن تمر معنا بهاي الحياة. الفوضى، عرفتي كيف، وعدم الترتيب. يعني إذا كانت الانفايرمنت أو البيئة اللي أنت عايشة فيها كتير فوضى ومخربشة، ببيتك، بمكان عملك، بشغلك، الفوضى الخارجية بتنعكس بتصير فوضى داخلية، بتبطل أفكارك منظمة، بدك ورقة، بدك قلم تقعدي ساعات تفتشي عليها، هي ضاع نهارك، خرب مزاجك ونرفستك. فكتير الترتيب اللي أنت بتعيشي فيه بطريقة مرتبة كتير بيأثر على طريقة تفكيرك. أتوقع من كلامك يمكن حتى ترتيب المواعيد، يعني انه كل ما اجلنا احنا شغلات بدنا نعملها وتراكم عندنا بالكالندر شغلات ممكن انه نسويها، بتوقع كمان هذا ممكن يزيد الستريس ويعمل لنا تقلبات. نبلش خطوه خطوه، نبلش خطوه خطوه، اذا في عندنا كثير شغلات لازم نعملها نبلش خطوه خطوه، حتى لو انه عندها هدف كبير نقسم الهدف خطوه خطوه، يعني ما نشغل حالنا انه لما يجي اجي اشوف انه في عندي كثير مهمات خلص بكتئب وبطل بدي اعمل ولا شيء. بس لما يكون بقسم شوي شوي وبقرر شوي شوي، لو كل يوم بعمل سمول ليتل هابت مثل ما حكيت، صح، بعد فتره بتلاقي حالك انك كثير انجزتي. صح، تغييرات صغيره بتعمل نتائج كبيرة. حبيت كتير هذا الموضوع، وفعليا عن جد خطوة صغيرة نحو التغيير، لو كل يوم غيرنا شيء بحياتنا للأفضل بتخيل أنه رح نوصل لنتيجة حلوة كتير ترضينا على القليلة. أنا بدي أشكرك كتير عبير جبجي، مدربة مهارات الحياة. إن شاء الله يا ربي ما نصاب بتقلبات المزاج، وإن شاء الله دايما نكون محاطين بالأشخاص الإيجابية اللي بيطلعوا أفضل ما فينا. تسلمي، أهلا وسهلا فيك. أهلا حبيبتي. روح لفاصل ونواصل، خليكم معنا.